اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك امس برفقه سلطان البهره في افتتاح مسجد السيده زينب بعد تطويره بشكل كامل. وقال الرئيس ان الدوله المصريه لديها خطه كبيره من اجل تطوير كل مساجد آل البيت والصحابه والصالحين. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع عدد من المستثمرين في القطاع السياحي من اجل بحث صياغه رؤيه وطنيه لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومضاعفة أعداد السائحين. رئيس الوزراء قال إن الدولة المصرية بتستهدف الوصول إلى 50 مليون سائح سنويا إلى مصر. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك برفقة سلطان البهرة في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره بشكل كامل، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية لديها خطة كبيرة من أجل تطوير كل مساجد آل البيت والصحابة والصالحين. كما وجه الرئيس السيسي محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد اللي بتعمل الدولة على تطويرها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع ضم عدد من المستثمرين في القطاع السياحي لبحث صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر ومضاعفة أعداد السائحين. وأدار الدكتور مدبولي حوار مباشر مع الحضور من المستثمرين السياحيين وطلب منهم طرح رؤيتهم لتحقيق الهدف المنشود بالوصول ل 50 مليون سائح سنوياً لمصر. امبارح شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً إن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطي الأجنبي وزيادة أصول البنوك. وقال رئيس الوزراء: أثق في الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية لنمو الاقتصاد، ولكن ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية وما نراه يومياً هو الذي يشكل خطر خارجي على اقتصادنا. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي وأوجه التعاون المشترك. وأشار رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اللي هيتم عقده بنهاية شهر يونيو المقبل، وأيضاً وثائق التعاون اللي هيتم توقيعها والفرص الاستثمارية اللي هيتم طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين خاصة في قطاع الصناعة. امبارح أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن، وبيتم فتح باب التقدم اعتباراً من 18 من الشهر الجاري حتى 27 من شهر يونيو من خلال موقع الوزارة على الإنترنت. مصر أعلنت امبارح في بيان صادر عن وزارة الخارجية اعتزامها التدخل رسميا من أجل دعم الدولة اللي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. يأتي هذا في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم. مصر طلبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية واللي بتطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين داخل القطاع. وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.